صاحب صالح الحسن. هاد السيده سيدي راه تعدى علينا، راه كيضربنا. ولدي راه غلبنا سيدي، هاد السيد راه غلبنا وشكينا ماشي خطره، ما شكينا على البوليس ماشي خطره. داوه وعاود داوه، عام ثاني اخر داوه وعاود ثاني داوه، حتى قالوا لينا راه صدعتونا. قال لي راه دائما كندو هاد السيد ما عندنا ما نديروا ليه. المشكل راه ديال الطبيب، قال لك راه خص الطبيب هو اللي غادي يدبر مع هاد السيد. حنا اللي عنينا راه كنديروه، كيقول لك اللي عنينا راه كنديروه. وعاود حتى في التالي صافي قالوا لا عيانا حنا، ومشينا للقايد ثاني عاود داه القايد ماشي خطره ماشي جوج، تبدل القايد اخر مشى جا قايد اخر، عاود صيفط لنا المخازنيه دينا وعاود دينا وكيتلقوا الطبيب. هاد الطبيبه اللي مكلفه بيا كتلقوا، علاش ملي كتلقى السيد؟ ومشينا حتى سيدي عند النيب ديال الوكيل، ودرت لي الشكايه عند كاتب العمومي وصيفتها للنيب الوكيل، وتكلم البوليس قال لهم هاد السيد جيبوه، ورا كلشي مكتوب وكلشي بلا كارطات ديالنا وكلشي. هاد السيد راه تعدى علينا اكثر من جهد، والساكنه كامل كتبرى منه وكلشي تعدى عليه. عباد الله والدريات مسكين غادي يقتلوهم، وما عندناش في الذكور شي واحد اخر اللي يتنافس معاه. لقى هاد الدريات حقرات عليهم، وهاد السيد كياكل هاد لابانيد ديال الضروب، هاد الفانيد اللي كيعطوه راه ما كمسوق فيه والو. هاد الابره ديال الشهر، هاد الابره ديال الشهر كيدقها ما كدير ليه والو. وهاد السيد راه ضربني البارح بالروسيه وتحت في الدروج عامره بالدمومه والفوقيه، ومشيت اسيدي داني واحد السيد مازال عند البوليس البارح، وتا شافوني الحاله ديالي اللي بغا يجو، ما رصيفتني لهم واحد السيد ما بغاوش يجو. وكنتكلموا لهم بعض الخطرات كيقولوا لك اسيدي داك الشيء ماشي شغلنا، كيقول لك داك الشيء شغل القايد، شغل القايد. قال لك اللي مكلف دوك الناس مزمونين مرض مزمن، حنا ملي مشيت تعطبوا ولا حتى كنموتوا اش من حاله مازال صافي. هذه ما بقات حاله، هذه راه جريمه. دابا سيدي راه مشيت اسيدي كنطالب هاد السيد على ربي، هاد الناس يشدوا هاد السيد في السبيطار المخزن يدو طويله. وصيفتنا لبويا عمر، هما اللي جابوه من الاول بويا عمر، وبعدنا علينا وكنخلصوا عليه 15000 ريال في الشهر، وجابوه من هذيك الساعه اللي تسد بويا عمر وجابوه لزكان، وفوت فيه شي سي عام حقا وتلقوه، وجا لعندنا ودار لك دار ثاني المصيب، عاود ثاني رضينا حنا راه عيينا. ومشيت عند القايد قال لي القايد ما باقيش تصدعني. هذاك السيد راه قال لي عييتيني، عييت ما نديه وتلقوا، عييت ما نديه. اش قال لي؟ قال لي ما باقيش لحقني. يلا ومشيت لعند سعاده الباشا، قال لي الباشا قال لي ودي اش غادي نقول لك، هذا الشيء كاين ولكن هذا الشيء راه حنا ما سكرنا فيه والو، ولا جا القايد راه غادي نديروا الاجتماع وراه غادي نقولوا كل شيء. هذا الشيء كاين ولكن ما كاين اللي كيديها فيك. انا كنطالب اسيدي هذا السيد ملي كيمشي للسبيطار خصهم يشدوه تما يداوى تيتعافى ولا يموت، انه هو هاد البنات اللي كيكونوا في الدار راهو ماتي في الخطر. وانا ما كنخضر كنخرج للعمل، والا ما حضرت شوف البارح اش واقع، كنت ما حضرت هنا وهرست التلفزيون وهرست الثلاجه وهرست كل شيء للمعن، وبارك على خطاته كيقتل فيهم. اللي جيت وضربني بواحد البونيه في الخنافر ولحني مع الدروج، وراه كلشي البوليس راه عمر الشكايه البارح، راه كلشي دافعين داك الشيء، راه شافوا كلشي بعينيهم. جاو حتى لهنا حتى شافوا كلشي داك الشيء، اشواق البيبان راه تهرسوا، الباب ديال برا مسرح عليه الحجر، ها هما الضربات في كلشي مشتت، الجاج راه طاح، الشراج ما راه هرسهم. هاد السيد راه خطر على الساكنه. السلام عليكم اخوتي، عفاكم كنطلبوا منكم تعاونونا. المهم بالضبط انا سميتني لبنى، ساكنه في حي ارقانا بالضبط اي تملول. المشكل كاين هو بالنسبه للاخ ديالي، حيت عندي اخ مريض نفساني كنعاني معاه بزاف الصراحه، راه عنده 37 عام من نهار تزاديت انايا، وحنا عايشين معاه في المشاكل، وديما كيهددنا وديما كيهرس علينا البيبان، ديما الترجيلي كيتشكاو منه. اكبر من هادشي كامل كيحاول كاع يقتلني انا، ولي قتل والدي ديما حلفه فينا ديما. البارح نوض لينا الحيحه ثاني، ديما هو كينوض لينا الحيحه، البارح نوض علينا الحيحه، هرس علينا التلفازه، هرس علينا الدار كامله، الباب تا هو هرس علينا، طاح على الوالد ضربو تا هو. يا الوالد دابا يلاه مشى خيط ديك بلاصه الماكن في شكلها في وجهو باش يخيطوه ليه. الله يرحم ليكم الوالدين، عاونونا، راه هاد الدري فين ما كيمشيش للسبيطار ما كيشدوش. كان عيطوا على الكوميساريه كيعرفوا كنيتو، كيقول لك اوف لا حنا هذاك ماشي خدمتنا، هذاك الدري واش غنديو ليه؟ فاش ديناه للسبيطار الطبيب ما كيبغيش يشدو، حتى ولا الدوسي ديال الدري عطاه للطبيبه، الطبيبه كنمشي عندها ما كتسوقش لينا، كتقول لنا ماشي خدمتنا. الله يرحم ليكم الوالدين، بغينا حيت الدري يتشدو ولا يديروا ليه شي حاجه. ما يمكنش واحد مريض نفساني يعيش مع الناس اللي حالتهم عاديه، صدقت هذوك الناس اللي حالتهم عاديه غيمرضوا
الهضم، حنا ماشي مشكل. كيشرب الدواء حتى الفاني حتى اللي باليت ليه كيتكوش مو كيدكا ما كيعطي حتى شي مفعول، بقى حتى حاجه كيعطي ليه مفعول. اي حاجه كيدكا اي حاجه كيشرب الفاني جميع الفاني كيشرب ما كيعطي حتى شي مفعول. عاد السيد بلاكس غادي كيتزاد غادي كيتزاد بالعصبيه ديالو، غادي يكون عنده داك الجد اللي ما بقيناش حنا قادرين عليه. يعني ماشي خدمتنا هذاك باش نقضوا حتى نعطوا ليه الخاطر ولا كذا، درنا ليه فوق من الخاطر، تصور تهلينا في ما خاصو التخير، ولكن راه معدي علينا. يعني شنو غيفكر يدير لينا شي مصيبه؟ انا ما كنمناش خايفه منك الوالديه، اما انا ماشي مشكل حيت انا كنبقى غير وليا في الدار، حيت مشكل الوالديه. يعني كتخافي ما يوقع لهم شي حاجه، واخا يكون والديك الشر راه ما تقدريش تخليهم تشوفيهم في ديك الحاله. راه مي كون بغيت انا نمشي لشي كونت ونخليهم، ولكن انا نفسي ما غاديش تقدر تخليني. الله يرحم لكم الوالدين، بغيت غير شي حد يقدر يعاوننا باش يقدر هاد الدري تشد. يعني بغيت انا هاد الرساله توصل عند الوكيل، يعني هاد الرساله بغيت توصل عند الوكيل باش الوكيل يقدر يدير خدمته، بلي راه هاد الدري خاصو يتشد. راه اما المندوبيه الصحراء كنمشيو عندها كيقول لك ماشي خدمتنا، خدمت من هادي الباشا ماشي خدمته، البوليس ماشي خدمته، الطبيب ماشي خدمته، وتخدمت من دابا هاد الدري؟ اش من القانون باقي كاين عندنا في هاد المغرب اللي كيقول لك هاد الدري ماشي بلاصتو؟ هنا فين كاين بلاصتو؟ حالتو صعيبه بزاف بزاف، ماشي شي حاجه سهله. الله يرحم لكم الوالدين، عفاكم عاونونا ولقاو لينا شي حل. راه الدري ما نقدروش نعيشوا معاه في هاد الحاله فاش عايشين حنا دابا، ما نقدروش. راه حنا مرضنا من نفسيتنا حنا براسنا، مابقاتش بخير والتهديد. وتصور عباد الله كيهاجم علينا في البيوت ديالنا، كيهاجم علينا. تصور ما خلينا الحمد لله الدار على قدا، راه مخلينا ليه الدار تحتنا كامل على قدا، ولكن هو اللي كيتزاحم معانا في البيوت ديالنا، كيتزاحم معانا كيدخل في شي شبوق ماشي ديالو. حتى من ناحيه العائله ماما، من ناحيه العائله بابا ما كيقدروش يوصلونا. اشنو هو السبب؟ من السبب من هذاك الدري، حيتاش ما كيقدروش. كيقول لك راه بينا نوصلكم، ولكن داك الدري ديما كيغوت علينا ولا يضربنا ولا يدير لنا شي حاجه. راه بزاف والله الا بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، كنوجه هاد الرساله لجميع المحكمات، وكنوجه هاد الرساله لجميع الشرطه. الله يرحم لكم الوالدين، عافاكم لكم لينا شي حال، وعاونونا بنا بلي هاد الدري تشد في شي قنت. راه بزاف والله الا بزاف، راه حنا عيينا ما بقيناش باقي قادين عليه. البوليس الباحلي يداو قال لك حنا غنحطو في السبيطار غدا يطلقوا عليكم. دابا شنو؟ دابا داك الوالد اللي كلا الدقه شنو يبقى هكاك ضايع؟ كل ما عتقتش الوالد كيقول لك جمافو، كيقول لك المهم ما نلقاش وليداتي عايشين في الدل. علاش اش تقدر نوصلنا حنا كاع هادشي كامل؟ واش ما بقاش القانون في المغرب حتى لديك الدرجه باش حنا نقدو كاع نهربوا من ديوننا ونخلو الدار على قدا؟ ما جات. الله يرحم لكم الوالدين، جميع الجمعيات اللي يقدروا يعاونونا ويقدروا يوصلوا لنا شي هدف لهاد الدر. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما عاونونا، عاونونا. راه حنا كلينا الدق مع هاد الدر، والله الا كلينا مع هاد الدق صافي. راه 37 عام، راه من 6 سنه، من 12 سنه، من 12 سنه هو هكا، من 12 سنه هو مريض حتى لدابا. وماشي زعما ما خليناش الفقهاء وما خليناش الطب، راه جميع كاع داك الوقت اللي كيورث الوالد راه كامل ضيعوها بسبوه، بسببه هو كلشي ضيعو. خلينا ما خلينا الفقهاء، ما خليناش لا المحاكم، ما خليناش الطب، والو. داكشي كامل مشى في الخوا الخاوي، كيقولوا لك على الاقل البوليس اش كيقول لنا؟ كيقول لنا يا ريت نشدوا لكم الدري، ولكن على الاقل الطبيب اللي ما قادش عليه يدير لنا واحد الورقه بلي راه الدري ما يدش نفساني، حنا نتكلفوا به. الا ما قادش عليه الطبيب، ولا ما قادشتيش عليه انت الطبيب، سني لنا شي ورقه بلي الدري ما مايض باش حنايا نشوف واش غادي نديروا معاه. الطبيب راسو كنمشي عندو كيقول لنا حنا هذا طلع لينا في راسنا، طلع لكم راسكم، عمرينا الورقه بلي الدري ما بقاش مريض باش حنا هاد الدري يقدر يتشد في الحبس. يعني ما يبقاش في هاد العيشه اللي معيش والديه ومعيشهم في الدار ومعيشهم كذا. انا كنقرا وما كنسكنش مع والديا، يعني بسببه هو خرجت انا من الدار. يعني ما قدرتش نصبر هاد المشاكل وهاد الدل وهاد الظروف كاملين، اضطريت نخرج من الدار ونخليها له. ولكن كيبقاو فيك والديك، كتجلسي حتى كتعي وكيبقاو فيك والديك، كتقولي لا حشومه تخلي والديك وتمشي انت شي قنت. الله يرحم لكم الوالدين، عافاكم عاونونا هاد الرساله، عافاكم كنوصلها لجميع الناس. الله يرحم لكم الوالدين اللي قادر يعاوننا، عافاكم عاونونا. حنا غنعطو نحطو لكم النيميرو التليفون، اللي قادر يعاوني عاوننا. ولا وصلنا شي جمعيه، اي جمعيه كنمشي عندها كيقول لنا ماشي خدمتنا. دابا قولي اش من ما خدمت من ملي ما خدمتش هادشي كامل، اش من خدمت من دابا بين انا عارف اش عطوا لي خاطر، الخاطر عطيني لي فوق من الخاطر فوق المزيان. ولكن الدري عاد جهل، عاد الجهل ديالو. كتصور كيتشد اليوم غدا كيتلقى الطبيب كيشوفو كيقول اه داك الفلان تاني طلقوه، وهذا عشرية ميت الله تشد.
وخرج هو ونوض لينا تاني الحيحة في الدار البارح. البارح كانوا عندنا عباد الله الضياف ونوض لينا الحيحة وهرس لينا التلفازة، هرس علينا الثلاجة وهرس علينا الباب، هرس علينا ما بقينا انا عارفين حتى الاب ديالو تجرا كاع يضربو. راه المرة التانية هذا فاش تجرا يضربو، المرة الأولى شنق عليه، شنق على الوالد كل ماشي عطاهم الله الجدي، وتاني المرة التانية شنق مشى ضرب الوالد كل ماشي انا اللي قدرت نفكو. الله يحمي لكم الوالدين عافاكم اللي قولي لنا شي حل. الله يسلي عليكم.